طيب خلينا نروح نشوف ترند الاهلي واخر الاخبار على السوشيال ميديا اللي بتخص النادي الاهلي. طيب نبتدي بالحساب الرسمي لكاس السوبر الافريقي على تويتر، واللي بيقول في 2020 بيصورهم اعجابا بيهم كمدربا لسان داونز، و2021 يتغنون باسمه في المدرجات كمدربا للاهلي. كلام على مين؟ طبعا الكلام على موسيماني. ولو نفتكر مباراه صن داونز لما كسبنا هنا 2 بهدفي علي معلول ورحنا هناك تعادلنا 1-1، نفس السيناريو اللي حصل السنه دي. كان ساعتها موسيماني مدير فني لصن داونز، وفي نفس البطوله بعد ظروف كورونا وكلام من ده جه على دور نصف النهائي وقدر ان هو يفوز مع الاهلي باللقب. خلينا نروح نشوف الفيديو ده ونرجع نكمل. يلا. كانت مجازفه محسوبه بصراحه بشكل كبير جدا من مسؤولين عن الكوره في النادي الاهلي. الراجل فعلا ناجح لحد دلوقتي، ان شاء الله نتمنى له الاستمراريه ويقدم كتير للنادي الاهلي. الاهرام وحسابه من رسمي على تويتر بيقول ان الخطيب يعد لاعبي الاهلي بمضاعفه مكافاه السوبر الافريقي. واعتقد احنا شفنا تصريحات للاستاذ خالد الدرندلي، تصريحات تلفزيونيه واشار للجزئيه دي. الاهلي طبعا بيمشي طبعا طبقا للائحه الموضوعه الخاصه بالفريق الاول، لكن في نفس الوقت بيبقى في بعض الاستثناءات طبقا للظروف وطبقا لاداء الفريق وطبقا للبطولات اللي بتقدر تكسبها، وعلى حسب كمان البطوله المنافسه فيها ومدى قوتها ومدى تالقك في انهاء مباراه ممكن تكون صعبه. فبالتالي حقك ان انت تاخد مكافآت. الاهلي ما بتاخرش خالص خالص على فرقه المختلفه. الهدف دايما بيبقى ايه عند الاداره؟ الهدف ان انت تحقق لي المطلوب وتحقق لي اللي احنا اشتغلنا عليه مع بعض عشان تفرح الناس اللي وراك، دايما جمهور النادي الاهلي. طيب خلينا نروح لفاصل سريع الاول، وبعد الفاصل نرجع نكمل. يلا بينا.